تحية صباحية عطر نزف إليكم مشاهدي ومتابعي قناة الحياة الجزائرية وأوفياء برنامج الحياة هذا الصباح، الموعد الإخباري الذي نوافيكم فيه بأهم الأخبار قرابة 3 ساعات من البث الحي، نوافيكم فيه كذلك بأهم الأحداث وأهم المواعيد في ذلك اليوم، وأهم موعد لنهار اليوم وهو انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2024 عبر تراب الوطني، والذي أشرف على انطلاقها منذ قليل وزير التربية عبد الحكيم بالعابد من برج باجي مختار، حيث يجتاز اليوم أكثر من أو يجتاز 862 ألف مترشح، فحظ موفق للجميع. وكذا مواعيد أخرى مشاهدينا سنتعرف عليها مباشرة بعد هذا الفاصل القصير في فقرة الأجندة. الأجندة، أجندة اليوم الأحد 9 جوان 2024، بعد انطلاق قلنا شهادة التعليم أو شهادة البكالوريا لدورة 2024، كذلك المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب يشرف في ولاية تبسة على إعطاء كذلك إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا، هذه هي الدورة، دورة جوان 2024 لفئة المحبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببلدية بير العاتر ابتداء من هذه الصبيحة 8 صباحا. إذا كما تشرع اليوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات، وذلك عقب استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة طبقا للمادة 91 من الدستور. بولاية قسنطينة مشاهدينا الجسور المعلقة تنظم الولاية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للأرشيف يوما دراسيا حول ذاكرة قسنطينة في مرآة الأرشيف بين زيادة الوعي ورقمنة التراث، وذلك احتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف على مستوى مقر الولاية. بالنسبة للمواعيد الدولية، جو الانتخابات في تايلاندا الدور الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، في بلغاريا انتخابات تشريعية مبكرة، وفي بلجيكا انتخابات كذلك تشريعية وأوروبية، وأخيرا بالمجر انتخابات محلية. مشاهدينا كانت هذه أهم المواعيد لنهار اليوم الأحد 9 جوان أو يونيو من سنة 2024. في هذا التاريخ كذلك لدينا جرائد صدرت، سنتعرف على أهم ما عنونت به مع فاطمة الزهراء بعمامة في معرض الصحافة بعد الجنكل. صباح الخير فاطمة. الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، واهلا بكم الى معرض الصحافة لنهار اليوم، ناخذكم في جولة لنطالع سوية ابرز ما جاءت به الصحف الوطنية وكذلك الدولية، والبداية وكالعادة ستكون بجريدة الحياة الجزائرية التي عنونت صدر صفحتها حول الحدث الابرز، الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة كما تتابعون، وفي التفاصيل نقرأ: وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. كما تضمن أيضا المرسوم الرئاسي نفسه الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 جوان 2024 حسب ذات المصدر. أخذكم الآن مباشرة إلى جريدة المساء الجزائرية والتي خصصت صفحتها الأولى لذات الموضوع وكتبت: سباق الرئاسيات ينطلق باللون الأحمر. ونقرأ في التفاصيل وفي الصفحة الثالثة: وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024. وكان رئيس الجمهورية قد ترأس يوم أمس أو يوم 21 مارس الماضي اجتماعا تقرر من خلاله إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخ
تاريخها يوم 7 سبتمبر 2024 واستدعاء الهيئة الناخبة بناء على هذا الأجل. ويرى العديد من المتابعين أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حكيم وعقلاني ناتج عن دراسة عميقة للواقع، ويتوافق مع الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان على الانتخابات الرئاسية المسبقة. الآن إلى الحدث التربوي الأبرز، انطلاق امتحان شهادة البكالوريا. وحول هذا الحدث عنونت جريدة الحوار: أزيد من 860 ألف مترشح يجتازون البكالوريا. وفي تفاصيل المقال نقرأ مشاهدينا: يجتاز اليوم وإلى غاية 13 جوان الجري أزيد من 860 ألف مترشح عبر الوطن امتحان شهادة البكالوريا دورته 2024. وكشف وزير التربية عبد الحكيم بالعابد أن أزيد من 860 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا، موضحا أنه تم إحصاء 971 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب المقال وفي السياق ذاته، شدد الوزير بالعابد لدى ترأسه ندوة وطنية خصصت لمتابعة مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان إلى ضرورة توخي الحذر واليقظة والسهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا في أريحية تامة. دائما مع شهادة البكالوريا، وننتقل بكم الآن إلى جريدة أخبار الوطن والتي عنونت البكالوريا الكل مجند، وقد خصصت ملفا كاملا في صفحتها الثالثة ونقرأ فيها: تنطلق اليوم امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، حيث بلغ عدد المترشحين أزيد من 860 ألف مترشح عبر الوطن، 60% منهم من فئة الإناث. سيكونون على مدار 5 أيام مع أجواء هذا الامتحان المصري الذي يعد واحدا من أبرز الامتحانات الرسمية على الإطلاق، علما أن الجديد هذه السنة مشاهدينا هو انضمام شعبة أداب وفنون لأول مرة إلى قائمة الشعب التي سيمتحن فيها التلاميذ. وكان الوزير عبد الحكيم بالعابد قد طمأن المترشحين بأن مواضيع الامتحانات ستكون في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث في السنة الدراسية. كما سيتم منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها بغرض منحه فرصة أكبر في النجاح. ولمكافحة الغش في الامتحانات، مشاهدينا، أقرت السلطات العمومية سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهتها، وذلك بتضافر الجهود بين قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية. حيث ذكر الوزير في إطار التصدي لظاهرة الغش وتسريب المواضيع أن أو نشر المواضيع، حذر في الوقت ذاته من التورط في هذه الظواهر المشينة وما يترتب عنها من إقصاء ومنع من اجتياز الامتحان لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات بالنسبة لحالات الغش، ومتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية بعد أن أصبح تسريب المواضيع ونشرها مجرما قانونا. ننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى الجرائد الإلكترونية وجريدة سبق برس التي عنونت في شأن اقتصادي: فضاء رقمي جديد لفائدة المستوردين. وفي تفاصيل هذا المقال نقرأ: أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات فتح فضاء جديد على المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. وأفاد بيان الوزارة أن الفضاء الجديد الذي تم إطلاقه اليوم يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي، تمديد آجال التغيير البنك أو حتى تعديل الفواتير، مما يساهم عليهم ويسهل عليهم أقول عملية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية. ودعت وزارة التجارة جميع المستوردين إلى ضرورة إدراج كل انشغالاتهم عبر الفضاء الجديد دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية. يأتي هذا الإجراء حسب ما أشار إليه المقال كجزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين. نحط بكم الرحال الآن في جريدة القدس العربي وأول محطاتنا الدولية التي عنونت أحد مقالاتها: شهادات حية بحر من الدماء في مخيم النصيرات. وفي التفاصيل نقرأ:
نيالك لحقينك إن شاء الله. بتلك الكلمات رث الشاب على طفلة من عائلته استشهدت في قصف الطيران الحربي لمنزلهم في مخيم النصيرات يوم أمس، إذ شهد الشاب العشريني يمشي وسط الركام حاملا الطفلة جثة هامدة. وارتقى أكثر من 100 شهيد مساء أمس إثر غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شتى في قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. ففي المناطق الثلاث الأخيرة وحدها سقط 70 جريحا وأكثر من 300 جريح تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بحسب إسماعيل الثوابت مدير المكتب الإعلامي الحكومي. وأطلقت النيران أحزمة وأطلقت الطيران الحربي للاحتلال أحزمة نارية خلفت دمارا كبيرا في المناطق سالفة الذكر بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مدار الساعة طال المناطق الشرقية وشمال مخيم النصيرات، واستهدفت بعض الغارات مناطق في عمق المخيمات من بينها قصف استهدف محيط مستشفى العودة في النصيرات. ويقول عبد الهادي جبر إن المشاهد التي وصلت إلى المستشفى من مجزرة سوق مخيم النصيرات مروعة جدا، ولا يزال الاحتلال الصهيوني إلى اليوم يرتكب مجازره الشنيعة. أنتقل بكم مباشرة الآن إلى جريدة الشرق الأوسط ومن السعودية. أمن الحج والحجاج خط أحمر، وفي التفاصيل نقرأ. شدد الفريق محمد البسامي المدير العام للأمن في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج على أن أمن الوطن والحج والحجاج خط أحمر، مؤكدا أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس بالأمن والنظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، منوها بأن أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة يمثلان أولوية لقوات أمن الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام. وخلال مؤتمر صحفي لقيادة أمن الحج عقد في مكة المكرمة أمس، أشار البسامي إلى تكثيف قوات أمن الحج حضورها الميداني بما يسرع من رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة لها بالإجراءات المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع أي ظواهر سلبية، حثنا الجميع على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. مشاهدينا أنتقل بكم الآن إلى صورة اليوم والتي اخترناها لكم من جريدة القدس العربي، وهي هذه الصورة تصدرت الصفحة الأولى للجريدة، لطفلة فلسطينية لنتابع. كاريكاتير اليوم من جريدة الحياة الذي واضح اعتماد التلاميذ على الهواتف الذكية في الدراسة. تم معرضي الصحافة، عودي إلى زميلتي زهرة. شكرا لك يا فاطمة. مشاهدينا كانت هذه جولة بين الصحف، لازلنا معكم في هذا البث الحي من برنامج الحياة هذا الصباح، لنا عودة بعد هذا الفاصل الإشهاري، ابقوا معنا. نرحب ونحيي كل من التحق بنا اللحظة، مشاهدينا أولى مواجزنا الإخبارية لنهار اليوم بعد هذا الفاصل. موجز لأهم الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. بداية، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم السبت 7 سبتمبر المقبل، وبناء على الدستور لا سيما المادتين 85 و91. تضمن أيضا نفس المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس تبون الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان القادم على أن تختتم يوم الخميس 27 جوان المقبل.
تبعا لصدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أفاد أن سحب استمارات الترشح يكون من مقر السلطة الكائن بقصر الأمم بنادي صنوبر البحري بالجزائر العاصمة، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم السبت 8 جوان. وحسب البيان يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفوقين بالوثائق الإثباتية راسلة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح. وأضافت السلطة أنه يمكن حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصات خدمات السلطة المستقلة. أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني أن نجاح الانتخابات الرئاسية مهمة السلطة والأحزاب والشعب. وخلال إشرافه على الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية بالمقر المركزي للحزب ولإنجاح الموعد، دعا جميع المتدخلين في العملية الانتخابية للعمل على توفير كافة الظروف التي تساعد على تشجيع المواطنين للمشاركة بقوة، لا سيما الابتعاد عن خطابات التأييس واقتراح حلول من شأنها استعادة ثقة الجزائريين. التغطية كانت لرانيا بنزينة. مناسبة على أنه مسؤولية إنجاح الانتخابات الرئاسية مسؤولية جماعية تقع على عاتق السلطة أولا والأحزاب ثانيا والشعب ثالثا، وينبغي التعديل في السلوك الانتخابي للجميع. ينبغي أن يكون الخطاب السياسي المنتهج من قبل الأحزاب والمترشحين ورموز السلطة خطاب بعيد على الممارسات التاريخية أو الممارسات السابقة، والانتقال نحو تدافع البرامج والأفكار بدلا من التراشق اللفظي. مواكبة للحدث مشاهدينا، نذهب وإياكم لمتابعة الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد من التي ترافقنا في المواعيد الكبرى للتربية الوطنية. تشرفنا اليوم بإشراف على انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بعنوان سنة 2024 من ولاية برج باجي مختار الجنوبية الحدودية. وفي هذه الولاية تم تحضير لهذا الامتحان بإحكام، سواء فيما تعلق بالتربويات أو الأمور التنظيمية أو ظروف اجتياز هذا الامتحان. في هذه الولاية هناك 651 مترشح، هناك 3 مراكز إجراء، مركز للنظاميين ومركزين للمترشحين أحرار. هذه المراكز تم تجهيزها بكل مقتضيات ومستلزمات السير الحسن لاختبارات هذا الامتحان، كما تفضلتم الجوانب التنظيمية وتوفير كل الأجواء الملائمة لأن يجتاز أبناؤنا في هذه الولاية وفي كل كذلك الولايات الجنوبية التي فيها نفس الظروف والمناخ، إذ تم توفير تكييف، توفير كل ما من شأنه أن يساعد أبنائنا على اجتياز هذا الامتحان. أما بخصوص انطلاق هذا الامتحان في ربوع الوطن، ففي هذا اليوم انطلق هذا الامتحان عبر 2893 مركز إجراء. هذه المراكز استقبلت 862733 مترشح ومترشحة، منهم 312628 مترشح حر، ما نسبته 36%. ضمن هؤلاء المترشحين هناك 975 مترشح من أشبال الأمة، هناك 671
مترشح ومترشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ذوي التحديات البصرية والتحديات الحركية، منهم كذلك 6202 نزيل مؤسسة إعادة التربية. وبخصوص هذه الشريحة من المترشحين، الجديد لهم في هذه السنة هو أننا تم الاتفاق تقضي أقدارهم أن يدخلوا هذه المؤسسات في تواريخ قريبة إلى تاريخ إجراء الامتحان. تم الاتفاق ويكونوا قد سجلوا أنفسهم قبل أن يدخلوا هذه المؤسسات. تم الاتفاق مع وزارة العدل المشكورة على منحهم فرصة اجتياز في المؤسسات الممثلة للمؤسسات التي هم نزلائها والتي بها هذه الشهر. هناك كذلك على مستوى يعني تعلمون أن بكالوريا هذه السنة، هناك الجديد الاستراتيجي الكبير هو تنظيم امتحان يعني البكالوريا لشعب تونون لأول مرة منذ استقلال البلاد. ومن أبنائنا الذين اجتازوا هذا الامتحان الذين هم يتمدرسون في الثانوية ثانوية الشهيد البطل علي معاشي رحمه الله، منهم يعني عدد مترشحي هذه المؤسسة بعنوان شعبة الفنون 146 مترشح ومترشحة، متكونين من 40 مترشح بالنسبة للفنون التشكيلية و 39 بالنسبة لمترشحي خيار الموسيقى و 35 بالنسبة لمترشحي خيار المسرح و 32 بالنسبة لمترشحي خيار السينما سمعي بصري، فيما بلغ عدد مترشحي الثانوية الوطنية للرياضيات محمد مخبي 103 مترشح، وكذلك مترشحي المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا 35 مترشح لنفس الامتحان. هذه هي معطيات الإحصائية لهذا الامتحان. وأؤكد لكم سيدي أن كل هؤلاء المترشحين وفرت لهم نفس الظروف وكل الظروف الكافية التنظيمية واللوجستية والنفسية والمادية والبشرية لكي يجتاز أبناؤنا في كل ربوع الوطن وحتى في يعني الثانوية الدولية الجزائرية بفرنسا في نفس الظروف ونفس المواضيع وبنفس الكيفيات. بالنسبة للهياكل، وقبل ما نتطرق للهياكل، هناك إجراءات أخرى تنظيمية. قبل الذهاب إلى الهياكل هناك إجراءات بفضل الرقمنة أعيد النظر في كيفية بناء التنظيمات التربوية على نحو يقوم بتنصيب تنظيمات تربوية متوازنة، استغلال أمثل المؤسسات، إعادة انتشار التلاميذ على المؤسسات بشكل منتظم بشكل متزن ومتوازن. أما بخصوص الهياكل فبرسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله على المستوى الوطني سيتم استقبال ما يربع عن 600 مؤسسة تعليمية من مدرسة من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، وكذلك ما يقارب 500 مطعم مدرسي وما يفوق 2200 قسم توسعة. بالنسبة لولاية برج باجي مختار، أنا مسرور لما رأيته ولما دار بيني وبين سيد الوالي من حديث على المشاريع التي بدأت يعني في الإنجاز في هذه الولاية، ولدي ملف سأدخل به إلى العاصمة إن شاء الله لأرافع عنه للمزيد من الهياكل في هذه الولاية
هناك عدد معتبر من المدارس الابتدائيه نخطط ان شاء الله لانجازها، والمخطط التنموي في هذه الولايه ان شاء الله سيكون في كل مناحي في كل القطاعات لا سيما في التربيه الوطنيه، سنتكفل ان شاء الله في ابنائنا في هذه الولايه بشكل جيد كما هو الحال بكل في كل ولايه. عيط شويه باش نسمعك، راك تهضر بالعقل ماشي نسمع فيك. ولايه بورش باجي المختار تدعمت المغازين للاحرار وهو ما استحسنه السفينه هنا بولايه بورش باجي المختار، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ماذا عن تخصص بكالوريا شعبه الفنون اللغويه؟ شكرا. بالنسبه للولايه هذه حقيقه يعني كاين مركزين للمترشحين الاحرار، المترشحين الاحرار هم مواطنون، تعطي لهم وزاره التربيه الوطنيه فرصه لمن يريد يعني اجتياز البكالوريا سواء هو لم يحوز في السابق على البكالوريا او يريد بكالوريا اخرى، هذا متاح. وهذه المراكز في هذه الولايه هناك مركزين لهؤلاء، وكما طلعتم هي مراكز يعني منظمه باحكام ولديهم نفس الشروط التنظيميه، ووفرنا لهم كل ما يلزم كما هو الشأن بالنسبه للتلاميذ او المترشحين النظاميين. بالنسبه للفنون بطبيعه الحال ثانوية تعليم عاشي للفنون هي تشتغل منذ سنتين، وهذا الاختصاص لن يقتصر على الثانوية بل له امتداد في التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه المقصود من هذه الشعبة هو مقصد استراتيجي مهم، هي إعادة بعث صناعة السمة الجغرافية في بلادنا وإشاعة الثقافة في الوطن وصقل المواهب واكتشافها في سن مبكرة، وبالتالي فهو أمر ليس تدريس شعبة في ثانوية وكفى، إنما هو أمر يرمي إلى مقاصد استراتيجية وطنية جاءت في برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بالنسبة لما تفضلتم به على قضية الامتحان له حرمته وله نزاهته، والإجراءات هي إجراءات معمول بها. نحن قبل الذهاب إلى العقاب وإلى المتابعة والملاحقة والردع نحن نعمل الكثير من أجل التحسيس ودعوهم بالتي هي أحسن والإعلام وحث الجميع على الإقلاع على هذه السلوكات السيئة وهذه التصرفات التي تسيء إلى نزاهة الامتحان وتشوش على تركيز أبنائنا. وبالتالي الحمد لله رأيتم أنه في هذا اليوم وحتى في شهادة التعليم المتوسط هذه الظاهرة هي آيلة إلى زوال. أما من يعني على قلتهم من لا يزالون يقبلون على هذه السلوكات الدنيئة فيواجهون يضعون أنفسهم تحت طائلة القوانين، وتعلمون أنه تم سن قانون يعني تم قانون 20/06 والذي في أحد فصوله ومواده يقضي بمتابعة كل من يجرؤ على الإقدام على هذا العمل. يعني الظاهرة هي في زوال وعدد الحالات هو تقريبا منعدم. نشكر كل القائمين على أمن وأمان هذا الامتحان والتنظيم السليم والجيد والمحكم لهذا الامتحان. شكرا. هنا كذلك سيدتي شكرا على هذا السؤال. مما لا شك فيه أن إصلاح البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط أو ما كان يسمى بنهاية مرحلة التعليم الابتدائي هذه كلها تقييمات وهي منظومة تقييمية مدرسية وطنية، ولقد جاء في برنامج السيد رئيس الجمهورية أنه لا بد من إعادة النظر في منظومة التقييم المدرسية وتكييفها مع المستجدات. بدأنا من البداية
على مستوى التعليم الابتدائي، وتم تعويض ما كان يسمى بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بامتحان تقييم المكتسبات وبرسم الدخول المدرسي. إن شاء الله سيدقق هذا الامتحان ليذهب إلى الأطوار المكونة للتعليم الابتدائي، يعني سننزل بامتحان تقييم المكتسبات لا يبقى فقط في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، لكن سيذهب إلى الأطوار الثلاث المكونة لمرحلة التعليم الابتدائي، يعني الطور الأول اللي هو السنة الأولى والثانية ابتدائي، والطور الثاني الذي هو السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، والطور الثالث الذي هو السنة الخامسة. وسنواصل لأنه إصلاح منظومة تربوية لابد من له من مراحل ومن تدرج ومن تسلسل ليأتي أكله. والكوكبة التي أول كوكبة اجتازت هذا الفحص لتقييم المكتسبات ستكون إن شاء الله في السنة المقبلة، في السنة الثانية من تعليم متوسط. كما سبق وأن صرحت لكم بأنه بفضل هذا الامتحان، هذا الفحص، وبفضل المعالجة التي تلته والتي قام بها الأساتذة في بداية السنة الأولى متوسط، تحسنت كثيرا نتائج أبنائنا في السنة الأولى متوسط التي كانت تعاني من قبل، حيث كانت هي السنة التي فيها نسبة التكرار المرتفعة جدا، وتحسنت نتائج أبنائنا وحتى بست نقاط. إذن هذه الكوكبة لما تصل إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط ستجد إصلاح، ستجد امتحان شهادة التعليم المتوسط قد خضع كذلك إلى إصلاح. هذا الإصلاح وهذه الآليات هي الآن موضوع عمل واجتهاد من طرف لجان متخصصة، لجان مؤهلة ومخولة ولها الخبرة ولها التجربة ولها كل مقومات العمل لإصلاح الامتحان كذلك. أما بالنسبة للبكالوريا لابد أن نعلم أن إصلاح البكالوريا لابد أن يسبقه إصلاح وإعادة النظر في برامج التعليم الثانوي، وهذه هي يعني مرتبطة، امتحان إصلاح البكالوريا مرتبط بإعادة النظر في التعليم الثانوي، وهو قادم في تسلسل زمني محكم ومخطط له. شكرا. ما عنديش تفاصيل، ما نقدرش نسبق أنا، اللجنة قاعدة تخدم مازال ما خلصتش. نعطيك أنا التفاصيل، أنا هذا أمر تاع مختصين تاع بيداغوجيين، وحتى اللي عندي ما نعطيكش حتى يخلصوا نعطيك إن شاء الله. صح. هذا السؤال سقط سهوا، ونشكرك في التضامن الصحفي هذا، عاودتي طرحتيه مليح، وانا نقول لك الاسئله هي من اختصاص فريق مختص، فريق من اساتذه اكفاء ولهم خبره وكذلك مفتشين لمواد يدخلون لصياغه هذه الاسئله وبنائها وترتيبها وتنظيمها بشكل سليم خالي من الاخطاء، يتجاوب والبرنامج لكل شعبة ولكل مادة، يمكثون في يعني في معزل عن العالم الخارجي أكثر من 43 يوم، يعني دخلوا في فرع القبة بجزائر العاصمة يوم 2 ماي، وسيخرجون إن شاء الله بمشيئته يوم 13 من هذا الشهر بعد مضي نصف مدة آخر امتحان اللي هو يوم الخميس بعد الظهر. كانش هناك خصوصية، ما كانش هناك تغيير، كاين هناك أسئلة، أسئلة هذه تكون في صميم ما أخذه أبناؤنا حضورين في مؤسسات دراستهم، وأسئلة حول البرنامج المدرس وحول الكفاءات والمهارات والتعلمات التي مكن بها أبناؤنا وبناتنا. شكرا جزيلا. بالفعل لأنه هذه الشعبة
من ميزتها أنها لها جانب تطبيقي، وتم تنظيم الاختبارات التطبيقية لهذه الشعبة يوم 28 أفريل 2024، وأبناؤنا في هذه الشعبة الآن هم يجتازون مواد التعليم العام كأقرانهم عبر هذه الأيام، عبر هذا الأسبوع. أما بخصوص تعميم هذه الشعبة فالمشروع وارد، وقد نذهب بعد الدراسة وبعد تحليل النتائج والنظر في هذه الكوكبة، قد نذهب إلى على الأقل تمثيل يعني الجهوي، وإذا كان الأمر كذلك سيتم إعلامكم إن شاء الله في الوقت المناسب. علاش لكم مازال خليج إذن إلى خلصتوا دوك أنا عندي كلام نقول لكم. الصحافة لها دور كبير، والصحافة الإعلامية عندها دور فاعل وحاسم، وفي بعض الأحيان تؤثر على الرأي العام وتؤثر على صناعة الرأي. وبالتالي أدعوكم في هذه الأيام المباركة مرافقة القطاع ومرافقة الوطن بالكلمة المسؤولة الطيبة التي ترتكز على حقائق وتثمين كل ما قامت به الدولة، لأنه لابد أن نثمن ما يستحق التثمين. أما بنعمة ربك فحدث، أمور يعني الكثير من الإنجازات والكثير من يعني أشياء تم تنصيبها وإقرارها وتسهيلها غير مسبوقة، سواء في قطاع التربية أو خارج قطاع التربية. ومن حق المجتمع على الأسرة الإعلامية أن تخبره بما جاء وبما شهد في هذا الوطن العزيز الذي نحن كلنا في رسالة الدفاع والذود عن حرمة هذا الوطن وتمكين المواطن من حقه في الإعلام الهادف، الإعلام الصحيح والإعلام الذي يشيد بمنجزات الدولة. شكرا لكم وبارك الله فيكم. تابعتم مشاهدينا الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بمقر ولاية برج باجي مختار عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 بمتوسطة برج باجي مختار الجديدة، حيث يجتاز 862 مترشحا امتحان شهادة البكالوريا عبر الوطن موزعين على 2893 ألف مركز نقول، من بينهم 312622 ألف مترشح حر. وأكد الوزير في تصريحه الصحفي على أنه تم التحضير لهذا الامتحان المصيري بإحكام، وذلك بتسخير كل الموارد البشرية والمادية، كما أشاد الوزير بدور الصحافة في هذا الموعد التربوي ومرافقته للقطاع بإعطاء كل المعلومات اللازمة. إذن مشاهدينا تتابعون صور إعطاء أو إشراف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد هذه الصبيحة إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 من متوسطة برج باجي مختار الجديدة بولاية برج باجي مختار الحدودية.
نكمل مشاهدينا الموجز الإخباري، حيث أوضح حساني أنه يتم مناقشة وتحديد معالم الحملة الانتخابية لحركة مجتمع السلم الذي يعكف حاليا مكتبها الوطني بالتنسيق مع خبراء على إعداد صياغة نهائية للبرنامج الانتخابي. برنامج انتخابي وبرنامج سياسي مساهم في تقديم الحلول لكل الإشكاليات اللي تكلمنا عليها، وهو برنامج إن شاء الله يقدم بديل إصلاحي، بديل تغييري، يقدم حلول مبنية على تشخيص دقيق للواقع السياسي والانتخابي. وهو برنامج بإذن الله عز وجل ستكون فيه رؤية مستقبلية تنتقل بالجزائر من الوضع الذي هي عليه الآن إلى وضع بإذن الله يضعها في موقعها الذي نص عليه بين أول نوفمبر. المستقبل فاتح بوطبيق يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 7 سبتمبر تستوجب الانخراط القوي لجميع القوى الحية في البلاد. الرئاسي المقبل يستوجب الانخراط القوي لكل القوى الحية، مضيفا أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورته الاستثنائية من أجل اتخاذ موقف مشرف في هذا الشأن. التغطية كانت لميليسا حميسي. الجزائر الاستحقاقات القادمة تستوجب منا جميعا الانخراط القوي لكل القوى الحية، لكل القوى الحية في البلاد. ونؤكد عن جاهزية جبهة المستقبل لهذه الانتخابات بحب، بوفاء، بفاعلية، بقوة، بتجنيد، وبرجاحة فكر وبنضج سياسي وبمستوى وعي وطني. كما دعا رئيس جبهة المستقبل الجارية الجزائرية المتواجدة بالخارج إلى التجند والمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات وفتح المجالات لأبنائنا وبناتنا من أبناء الجالية، وندعوهم دائما إلى التجند والمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات لأنها انتخابات خاصة. نحرص على تعبئة الجهود نحو إنجاح هذه العملية وتعزيز بناء الجزائر الجديدة ورص الصفوف، ولم شمل الجميع نحو مستقبل مشرق نشترك فيه جميعا. حزبيا دائما، حيث دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا السبت مناضلي الحركة إلى الشروع في تنفيذ برنامج الحزب لإنجاح التعبئة الشعبية لحملة تسجيل في القوائم الانتخابية. وأشاد عبد القادر بن جرينا في كلمة ألقاها خلال فعاليات تجمع النخب الرياضية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي بمساعي الجزائر والتزامها بتشجيع الشباب ورياضيي النخبة وتطوير الممارسات الرياضية في البيئات المدرسية والجامعية. وبمناسبة توقيع رئيس الجمهورية هذا اليوم مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، أدعو جميع مناضلي حركة البناء الوطني إلى الشروع ابتداء من اليوم في تنفيذ خطتنا لإنجاح التعبئة الشعبية وحملة التسجيل في القوائم الانتخابية. اسمحوا لي كذلك أن أرفع قبعة التحية من هذا المقام إلى الأخ عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على وفائه بتعهداته، لا سيما منها التعهد رقم 47 الذي تعهد فيه بتشجيع الشباب ورياضيي النخبة وتطوير الممارسة الرياضية. كما شدد بن جرينا على ضرورة التحرك الجاد وتوسيع دائرة الاستشارة مع الجميع لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة بعض الظواهر الغريبة داخل مجال الرياضة في الجزائر. ندعو إلى ضرورة مواصلة التحرك الجاد
وتوسيع دائرة الاستشارة مع الجميع لوضع استراتيجية وطنية ناجعة لمعالجة بعض الظواهر الغريبة عن ثقافة الرياضة في الجزائر. أشرف السبت وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بالمدينة المنورة على ترأس اجتماع تنسيقي تقييمي، وأبدى الوزير يوسف بالمهدي ارتياحه لما تم إنجازه من جميع الإطارات والقطاعات، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية يتابع شخصيا مجريات العملية ضمانا لراحة حجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة. كما نوه الوزير بدور الحماية المدنية في التكفل بالتائهين، وأثنى عن دورها الميداني الخاص بالرشاد والتأهيل، وما ساعد في ذلك الأرضية الرقمية التي وضعها الديوان الوطني للحج والعمرة تحت تصرف كل أعضاء البعثة للتكفل والمرافقة، والتي تمثلت في عملية تفويج الحجاج لأداء الزيارات إلى مقبرة الشهداء بجبل أحد أو زيارة مسجد قباء والقبلتين وزيارة الروضة الشريفة. الوقوف على كل الإجراءات التنظيمية التي تعنى بالتكفل بالحاج الجزائري في أعلى مراتب التكفل وأحسنها وأمثلها كما أوصى بذلك السيد رئيس الجمهورية. ونحن يعني جد مسرورين بما عرض علينا اليوم من كل الفروع في مركز المدينة المنورة. النتائج مطمئنة جدا وبوادر النجاح تلوح في الأفق. بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول نذير العرباوي يمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة على مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية لمبدعين الشباب علي معاشي بمناسبة أحياء اليوم الوطني للفنان. وبالمناسبة كرم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية بهدية متمثلة في كتاب يؤرخ لنضالات هذه الفرقة الفنية مجاهدة ومساهمتها الكبرى في الثورة التحريرية الخالدة، وتسلم الهدية نيابة عنه الوزير الأول نذير الحرباوي. وتشمل الجائزة تكريم الفائزين الأوائل في العديد من المجالات الفنية والأدبية في الرواية والشعر، الأداء المسرحي، الكتابة المسرحية، الأعمال الموسيقية، السينما وكذا الفنون التشكيلية. والآن مشاهدينا نمر مباشرة لمتابعة أخبار الاقتصاد بعد هذا الفصل. الموجز الاقتصادي مشاهدينا، أهلا بكم. انطلقت أمس السبت عملية بيع الأضاحي بنقطة البيع الخاصة بالجزائرية للحوم الحمراء ببئر توتة بالعاصمة، حيث عرفت العملية إقبالا كبيرا من المواطنين وتأكيدا من المدير العام للجزائرية للحوم حول وفرة الأضاحي واستمرار عملية البيع إلى غاية ليلة عيد الأضحى المبارك. عماد الدين والعداد يفصل. في أول يوم من انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالنقطة التي خصصتها الجزائرية للحوم الحمراء بالعاصمة وعلى الساعة 9 صباحا، إقبال واسع من المواطنين على أمل اقتناء أضحية العيد. كما تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، انطلقت اليوم عملية بيع أضاحي العيد إن شاء الله لموسم 2024. العملية هذه انطلقت اليوم صباحا على الساعة 9 وشهدت إقبال منقطع النظير، نظرا للأسعار الجيدة ونظرا للتغطية الصحية اللي يتمتعوا بها الكباش تاع المعروضة للبيع. نقطة البيع استقبلت عددا معتبرا من الأضاحي التي تراوحت أسعارها ما بين 59 و 90 ألف دينار جزائري. فيما يخص الأسعار فإن هناك ثلاث أحجام، الحجم الصغير ب 59 ألف دينار، الحجم المتوسط ب 79 ألف دينار، والحجم الأكبر الكبش الأكبر هو يسوق ب 90 ألف دينار. كل زريبة أو كل إسطبل يتواجد فيه نوع معين من الكباش، يعني الكباش المعلمة باللون الأصفر هي الأصغر، المعلمة باللون الأزرق هي المتوسطة، والمعلمة باللون البني هي الأكبر. عملية جند لها 4 بياطرة على مستوى نقطة البيع يسهرون على المراقبة الدائمة للأضاحي
حتى تسلم لمقتنيها. وبذات المناسبة أكد علي زيان المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء أن عملية بيع أضاحي العيد التي انطلقت أمس سبت ستستمر إلى غاية عشية عيد الأضحى المبارك، مطمئنا في ذات السياق المواطنين بتوفر الأضاحي. ما أريد أن أتطرق إليه فقط هو أن العملية هذه راح تدم لمدة 8 أيام، أي حتى عشية العيد إن شاء الله، فلا داعي أن المواطنين قاعد يجوا في هذا اليوم الأول أو اليوم الثاني، عندهم متسع من الوقت وراح ندخلوا كميات بالكفاية إن شاء الله. إلى شأن آخر الآن، حيث قام وزير الري طه درباز صباحة السبت بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيارت. وزير الري توجه إلى ولاية تيارت للوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع التي تم إطلاقها بهدف تدعيم تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة خلال مجلس الوزراء الأخير. كما وضع وزير الري حيز الخدمة العديد من الأبار العميقة ومحطة ضخ المياه ببلدية عين دزاريت. أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش على أهمية تضافر الجهود لمجابهة واستيعاب التحديات والرهانات. اللواء بخوش وخلال إشرافه على فعاليات اللقاء الوطني جمارك عدالة الذي تشارك فيه مختلف إطارات المديرية العامة للجمارك ووزارة العدل، شدد على أهمية تضافر مختلف الجهود مع ضرورة الوعي بالتحولات الحاصلة في العالم للحفاظ على الجزائر. التغطية كانت لنهاد بوضيف. إن هذا اللقاء هو أيضا تشييد لآليات التنسيق الحتمي والضروري بين أجهزة الدولة، والذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، والتي جاء فيها إن المرحلة الحالية والراهنة تقتضي على الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب التحديات والرهانات، ليظل وطننا شامخا محفوظا بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين وبتيسير وحفظ من الله العلي القدير. كما أوضح المدير العام للجمارك أن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية بين مصالح الجمارك والعدالة سمحت بتحقيق نتائج إيجابية في مجال معالجة القضايا المنازعاتية. إن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية التي جمعت مصالح الجهازين مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، خاصة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائرية واعتمادها كإجراء فعال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطريق الودي. وهذا تشييد الآليات العمل المشتركة والمنبثقة عن اللقاء الوطني السابق. من جهته أكد وزير المالية العزيز فايد أن جهاز الجمارك الجزائرية من بين الأجهزة الحيوية التي تعول عليها الدولة نظرا للأدوار التي يمثلها في المجال الاقتصادي، وهو جهاز هام يعول عليه الدولة في صياغة وتجسيد سياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد اعتمادا على إحصائيات التجارية الخارجية أو التجارة الخارجية التي تعمل مصالحه على إعدادها دوريا، الأمر الذي جعله في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة من خلال استفادته من مشروع الرقمنة في إطار تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية والتأمين بياناتها، بالإضافة إلى تعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب بشتى أشكاله. أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها أمس السبت عن فتح فضاء جديد لخدمة المستوردين على مستوى المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع المؤجهة لإعادة البيع على الحالة. وأوضح البيان أن هذا الفضاء الجديد يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي، مما يسهل عليهم عملية الحصول على المعلومات المطلوبة
بسرعة وفعالية. ويأتي هذا الفضاء الجديد في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية قصد التكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين. وعليه دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات جميع المستوردين إلى إدراج كل انشغالاتهم عبر هذا الفضاء الجديد دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية. تمكنت الجزائر بعد سنوات عديدة من الاستقلال من رسم معالم الاعتماد وتعميم عملياته عبر مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بإثبات كفاءاتها وتسويق منتجات عالية الجودة في الأسواق الوطنية نحو الخارج بكل أريحية. بايع قابة تفصل في الموضوع. معايير جديدة تنتهجها الجزائر في مجال الاعتماد، معايير مبنية على المراقبة والتدقيق على كل ما يسوق وينتج في البلاد. مع وجود هذا التسكي لا ديجيتاليزاسيون اي لانتيليجونس ارتيفيسيال، حبوا من هذا اليوم هذا يبينوا بلي لا كريديتاسيون راهي تتماشى وتتبع لي زيفولوسيون تكنولوجيك. هذا الاعتماد هذه نمدوها بعد ما يكون الهيئه الطالبه للاعتماد، الهيئه الاشهاد بالمطابقه، تكون تبعت خطوات في العمل تاعها وتبعت قوانين و دي نورم انترناسيونال. ان لابوغاتوار مختبر اللي يكون راح يدي الاعتماد ولا معتمد، هو مختبر للكفاءه تاعو راهي توازي كفاءه اي مختبر يخدم في نفس المجال في اي دوله اخرى من دول العالم، وهذا هو لافونتاج الكبير تاع الاعتماد. معايير منح الاعتماد ستسمح بترقيه المنتوج الجزائري وحمايته لتمكينه من كسب ثقه المتعاملين الاقتصاديين في الاسواق الاجنبيه. لاكريديتاسيون كونستيتيو اجوردي sans doute l'une des clés essentielles pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité de nos biens et services et améliorer les performances globales et la productivité à moindre coût de nos entreprises. Nous ne pouvons être indifférents aujourd'hui quant à la place et à la position de l'Algérie sur la scène internationale, sur le plan régional que mondial, et ce à travers sa participation active aux travaux et discussions engagées avec les différentes unions et organisations mondiales. نهج جديد تعتمده الجزائر من خلال إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة بهدف تحسين القدرات التنافسية للشركات وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي. وفي هذه الانفوجرافيا الآن مشاهدينا نعرض عليكم آخر تحديث لأسعار المواد الفلاحية الأكثر استهلاكا هنا في الجزائر والتي أقرتها كل من وزارتي الفلاحة والتجارة. ولليوم الثاني على التوالي بقيت مؤشرات أسعار البترول الغاز والذهب محافظة على أسعارها، حيث بقي سعر البرميل الواحد سحاري بلاند عند 78.33 دولار أمريكي محافظا بذلك على نفس نسبة الانخفاض والتي بلغت 0.01%. أما عن الغاز الطبيعي فقد سجل وما زال يحافظ حسب آخر تحديث متداول له على نفس نسبة الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، تبلغ نسبة الارتفاع 3.44%، يقابله السعر 2.918 دولار أمريكي. بالنسبة لسعر الذهب عقار 24 هنا في الجزائر عن اليوم الأحد 9 جوان 2024، فقد بلغ الغرام الواحد 10091 دينار جزائري، ما يقابل 74.16 دولار أمريكي. وبهذه الأسعار مشاهدينا نطوي صفحة أخبار الاقتصاد لنهار اليوم، فاصل قصير وللعودة. جولة أخرى في عالم الثقافة مع أيمن بشوشة بعد هذا الفاصل. صباح الخير أيمن. صباحك يا سعيد زهراء.
صباح الخير مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم في هذا الموجز الثقافي. بداية وبتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول نادير العرباوي السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة على مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان. وبالمناسبة كرم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية بهدية متمثلة في كتاب يؤرخ لنضالات هذه الفرقة الفنية المجاهدة ومساهماتها الكبرى في الثورة التحريرية الخالدة. وتسلم الهدية نيابة عنه الوزير الأول نادير العرباوي. وتشمل الجائزة تكريم الفائزين الأوائل في العديد من المجالات الفنية والأدبية في الرواية والشعر، الأداء المسرحي، الكتابة المسرحية، الأعمال الموسيقية، السينما، وكذا الفنون التشكيلية. الفنون التشكيلية من أبدع في ريشتي و... سعيدة جدا بهذا التتويج، وهو شرف لشاعرة لا تزال تلتمس طريقها في عوالم الشعر وتشق دروبه الصعبة والوعرة. أتمنى أن تتواصل مثل هذه الاحتفاءات بالشباب المبدعين، فالجوائز تلعب دورها الأهم في دفع المبدع لتقديم الأجمل والأقوى دوما. شاركت في علي معاشي فئة فنون تشكيلية، الحمد لله، يعني كتمنى رب العالمين بمشيئة الله أنه نتحصلوا على المرتبة الثانية، هذا شرف كبير لي، وإن شاء الله يعني راح تكون هذه البداية، وماذا بيا ممكن بإذن الله بربي إن شاء الله نزيد نشارك لعل وعسى نتحصل على المرتبة الأولى هذه. وبذات المناسبة أشادت وزيرة الثقافة والفنون سوريا ملوجي بصدور القانون الأساسي للفنان الذي من شأنه ضبط الحماية الاجتماعية للفنان. قبل سنة أيها الجمع الكريم كنا نتحدث عن الإنجاز الوطني الكبير المتمثل في قانون يضبط الحماية الاجتماعية والتكفل الاجتماعي بالفنان، واليوم يحق لنا أن نفاخر بتحقق هذا المشروع الاستثنائي الذي تحقق بصدور المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان رقم 23376 المؤرخ في 22 أكتوبر 2023. ولقد جاء القانون وفاء وتنفيذا للالتزام 46 للسيد رئيس الجمهورية في بنده الخامس القاضي بتثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي. وأشارت ملوجي إلى استحداث آلية لتعويض الفنانين خلال فترة التوقف اللا إرادي. تم استحداث آلية لتعويض الفنانين والتقنيين خلال فترة التوقف اللا إرادي عن ممارسة النشاط الفني، وذلك لدى التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، حيث تتكفل هذه الأخيرة بتعويض الفنانين بمنحهم الأجر الوطني الأدنى المضمون كتعويض في حدود 4 أشهر في السنة بالنسبة للفنانين الذين يستوفون شروط الاستفادة، إضافة إلى توفير التأمين التكميلي. وبخصوص بطاقة الفنان، كشفت ملوجي عن توزيع أزيد من 2300 بطاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة. بخصوص المضيف الرقمنة، أطلقنا منذ يومين أرضية رقمية مجانية تتيح للفنانين الحصول على بطاقة الفنان أو تجديدها، كما تمكنهم من الاطلاع على مسار ملفاتهم ومراحل معالجتها إلى غاية الاستلام، مع الإشارة أنه تم توزيع 2325 بطاقة فنان في الأربع سنوات الأخيرة. كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى لوضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينمائية قوية. نهنئ الفنانين والسينمائيين خاصة بصدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية في 29 أبريل الفارط، وهو ما سمح بإدراج النشاط السينمائي ضمن الأنشطة ذات الأولوية في إطار منح العقار، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الثقافة والفنون والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتسعى الحكومة ضمن مخطط عملها على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات، بما يجعل البلاد قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفنان، ثمن العديد من الفنانين مضامين القوانين الجديدة للقطاع التي من شأنها تعزيز مكانتهم وحماية حقوقهم. طبعا مبادرة جميلة من رئيسنا، وأكيد نحيوه، والبلاد تحتاج إنسان يهتم بهذا الشيء وهو قدها وقدود. يعني أولا لازم تكون فيه قوانين أنه باش تحمي الفنان الجزائري، فنقولهم شكرا كثير. هذه السنة تلاقينا مع بزاف فنانين، كان اللي توفى والله يرحمهم، وكان فنانين مازالهم على قيد الحياة، إن شاء الله يا ربي يلقاو الاهتمام والرعاية. والله الشيء اللي كنا نحلموا به من 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 62 راهو جابوهم لنا القطرة هذه. سي بيان ومرحبا، مو تشكروك لافنير لي بيان. هذه بكل بقيادة السيد الرئيس الجمهورية اللي اهتم بالفن والإنتاج السينمائي، وراهو حلنا بيبان كثيرة. أكيد أن هذا الشيء يعني كل ما الحاجة اللي تنعمل باش الفنان يكون مرتاح في العمل دياله هي حاجة إيجابية. احنا ماذا بينا هذا القانون يعني يتطبق. والله أولا أنا نقول عيد سعيد اليوم لكل الفنانين في الجزائر خاوتنا، إن شاء الله ديما الفن الجزائري يبقى بخير، ونشكره جزيل الشكر وزارة الثقافة. وبذات المناسبة، ثمنت الكوميديا والفنانة عتيقة طوبال تكريم الفائزين في مسابقة علي معاشي للمبدعين الشباب، مضيفة أن العيد الوطني للفنان هو فرصة يجتمع فيها الفنانين على طاولة واحدة بعد طول غياب. سبت عيد الفنان نقول لهم بون فيت توت لي زارتيست، ونشكر وزيرة الثقافة اللي كل عام ديرنا هذه المناسبة هذه، والله يعطيها الصحة، ونشكر رئيس الجمهورية تانيك اللي هو اللي اونغانيزانا تانيك درنا عيد الفنان. نقول له نشكرك بزاف بزاف، والعقوبة العام الماجي إن شاء الله، بلا ما ننساو عيد الأضحى اللي راهو على الأبواب، ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. من جانبه، صرح الفنان عبد القادر شاعو أن قطاع الثقافة في الجزائر يشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، على رأسها إنشاء مستشفى خاص للفنانين ببلدية عين البنيان. ديما نقول حاجة مليحة وكل عام هكذا إن شاء الله، ونظن هذه يعني هذه الأخيرة يعني اللي يبان دروك الفنان تاع الصح، يعني واش لازمو كامل إن شاء الله يبداو بالكبار هادو، ما هو راهم جايين صغار ثاني بالعقل كيما بدينا احنا، ماشي يقول اني الحق، يقول لك اني الحق، لا لا يلزم له كذا، ما هو ماشي معروف ويقول لك الحق، لا لا ما بديناش هكذا بالعقل. والحمد لله اليوم راك تشوف راهم جاو كاع الفنانين، الثقافة تاعنا كاع تاع الجيري ان شاء الله اللي راهم هنا، ونظن باللي خلاص يعني الهضره مشات وراهم بداو يوجدوا كلش ان شاء الله. هذه تاع نتاع لوبيتال تاع لي زارتيست نتاع هذه كاينه راهي تنخدم ان شاء الله كلش بربي. وفي ذات السياق، هنأ مهدي بن خيرة عضو بفرقة تيكوباوين فناني الجزائر والجنوب الجزائري الكبير، متمنيا لهم دوام التقدم والازدهار في المجال الفني. نحن اليوم فرحانين على الدعوة، يعني وراه الشيء اللي عجبنا أكثر يعني أن نشوفه باللي الجهات المعنية راهي تجري باش تحسن القانون تاع الفنان، وباش تدير دائما أمور يعني شغل ولا تدير قوانين اللي تحمي الفنان وتحمي الحقوق تاع الفنان. دوك اليوم نحن فرحانين وشكرا للجميع. نظمت وزارة الثقافة والفنون حفلا فنيا تكريميا لروح الراحل الفنان الكبير رابح درياسة، سهرة أمس السبت على الساعة 17:00 مساء احتضنته أوبرا الجزائر بعلم بسيح. الحفل التكريمي أحياه كوكبة من الفنانين الجزائريين، معظمهم من الجيل الجديد وبلمسة فنية معاصرة تحت قيادة المايسترو أمين دهان. تم عرض فني متكامل شارك في الحفل التكريمي كل من الفنان
عبدو درياسة، نصر الدين بليدي، رميسا شيخي، زينب عويداد، جيم، نور الهدى وعبد الوهاب جازولي وكمال ملوك، وبمشاركة كورال إيكوزيون بقيادة محمد محناك. للإشارة، لقد ارتبط اسم الفنان الكبير رابح درياسة بتاريخ الجزائر، حيث غنى للحب وللوطن وغنى للشباب وللحرية، وكانت أغانيه من السهل الممتنع حتى صارت تردد على ألسنة الأجيال في كل مكان. بمناسبة اليوم الوطني للفنان وبالتنسيق مع نادي الفن السابع لجامعة بوزريعة، ينظم المركز الوطني للسينما والسمع البصري ورشة تقنية ماستر كلاس لفائدة طلبة النادي، وذلك تحت عنوان مراحل الإنتاج السينمائي من الفكرة إلى الشاشة. الورشة من تأطير المخرج سعيد مهداوي، وذلك يوم الاثنين المقبل 10 جوان بقاعة العروض بالمركز ابتداء من الساعة 1 زوالا. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجزية الثقافي. العودة إليك زهراء. شكرا لك إيمان. مشاهدينا فصل إشهاري ولنعودة. الجزء الأخير مشاهدينا مع الموجز الرياضي بعد هذا الجنكل. أخبار الرياضة سيقدمها رؤوف بوسوس. وصباح الخير. صباح الخير زهرة، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الحياة وكل متابعي الأخبار الرياضية. مشاهدينا، بداية حطت سهرة أمس طائرة المنتخب الوطني بمطار أنتيبي الدولي بالعاصمة الأوغندية كومبالا بعد رحلة طويلة دامت 7 ساعات. سفير الجزائر لدى أوغندا كان في استقبال البعثة التي توجهت مباشرة إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة بعد هذه الرحلة ليقوم سهرة اليوم. رفقاء ريان أيتنور يقول بأول وآخر حصة تدريبية بملعب مونديلا الوطني بكومبالا بداية من الساعة 7 مساء. قبل ما نرجع للسؤال، نظن أولا نعتذر للجمهور الشعب الجزائري وحتى الجماهير اللي يعني حضرت المباراة. احنا ما كناش ننتظروا الهزيمة مثلنا مثل الجماهير الجزائرية، كانت صدمة كبيرة، ولكن من واجبنا أننا في هذا الوقت نحضروا المباراة الجاية. خدينا الدروس من هذا المباراة اللي فاتت اللي كانت قاسية جدا وخلات علينا أثر. ما نكذبوش على بعض، لأننا نعرفوا احنا جزائريين ونحبوا المنتخب الوطني دائما يربح. احنا نفس الشيء مثلنا مثل الشعب الجزائري اللي تأثرنا كثير. وأكد مساعد مدرب المنتخب الوطني نبيل نغيز بأن مستوى المنتخبات الإفريقية تطور بشكل رهيب في الأونة الأخيرة، وبأن طريق التأهل إلى كأس العالم لن يكون سهلا أمام الخضر. كأس العالم عرفتوا كيفاش يعني التأهل ما راحش يكون بالسهل، شفنا في 2010 كيفاش كان صعيب، شفنا في 2014 كيفاش كان صعيب. اليوم نفس الشيء، رانا المستوى نتاع كل المنتخبات راهو مستوى واحد. الأندية المنتخبات الإفريقية تطورت كثير، عندها طموحات أكثر، وإحنا لازم نكونوا في مستوى السمعة والاسم اللي نتاع الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري اللي كان دائما يشرف الراية الوطنية ودائما كان يحضر في هذا النوع من يعني من المنافسات. إحنا نتمنى وإن شاء الله تكون ردة فعل قوية وإيجابية في المباراة هذه. على صعيد آخر، كشف نغيز بأن المنتخب الوطني واعي بالمسؤولية التي تنتظره في العاصمة الأوغندية كومبالا، وبأن المنتخب حضر جيدا لهذه الموقعات الإفريقية. احنا يومين وين حضرنا احسن المباراة الجايه اللي كما راك تقول مباراة صعبة، كل مباراة صعبة. هذا منتخب وطني، هذا يعني تأشيرة لكأس العالم، وهذا شيء كبير. لازم يعني كل مباريات تعتبر مباريات نهائية، كل نقطة عندها قيمتها، كل هدف تسجلوا أو تستقبلوا عنده أهميته. وهذا الشيء إن شاء الله نتمنى أن هذا التعطر هذا هو اللي يعطينا القوة باش نحضروا المباريات الجايين أكثر ثقاب أكثر تركيز. وخاصة نظن باللي كان عندنا متسع، يعني جوكر كان عندنا حرقناه مع لاغيني، دوكا رانا دون لو دور، رانا دون لو دور، يفو رياجير فيت اي بريباري ماتش بار ماتش. وبخصوص تشكيلة المنتخب، أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني بأن جل العناصر ستكون حاضرة باستثناء إبراهيمي الذي قرر بيتكوفيتش تسريحه بعد شعوره بآلام على مستوى أوتار الركبة. الحمد لله رب العالمين. مع كوتش.
ما عدا ابراهيمي اللي مصاب، حس بشويه يعني في العضله الخلفيه، حس بالم. الطاقم الفني خاصه الطبيب مع الناخب الوطني هما اللي صرحوه وراح. كشف لاعب المنتخب الوطني ياسين ابراهيمي انه جد حزين لمغادره تربص الخضر بسبب الاصابه، مطمئنا للجمهور الرياضي انه يملك كامل الثقه في زملائه. Le problème c'est que le match est dans trois jours et c'est vrai que déjà pendant le match je sentais en fait mon ischio, j'ai une blessure d'avant donc voilà j'ai fait les tests avec le docteur ce matin et voilà donc il m'a dit pas qu'il y avait un petit œdème donc voilà qu'il y a une lésion donc voilà c'est, là c'est comme ça en tout cas bien sûr je suis triste de pas pouvoir jouer ce match dans trois jours, Inch'Allah, mais voilà, j'ai pleinement confiance en mes coéquipiers. Voilà, je suis tout cœur avec eux et voilà. Inch'Allah, on va gagner ce match. Inch'Allah, on va continuer. Et voilà. Et comme je dis, il faut rester soudé. On sait que voilà que toute l'Algérie a de grandes attentes. Nous les joueurs, les premiers. Voilà. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on reste ensemble, Inch'Allah. Encore un immense merci à tous pour nous supporter, pour continuer à nous supporter. Et voilà, Inch'Allah, on rendra fiers notre peuple, Inch'Allah. ومن جهته قال ياسين ابراهيمي بان العناصر الوطنيه تدرك صعوبه المهمه الملقاه على عاتقها في مواجهه منتخب اوغندا غدا الاثنين. On a la chance justement de pouvoir se rattraper très rapidement dès lundi, Inch'Allah. Donc voilà, le groupe en est conscient, les joueurs en est conscient. Voilà, on a parlé avec le staff, on a parlé entre nous les joueurs. On connaît l'importance de ces matchs. Et voilà, et Inch'Allah, l'équipe donnera tout pour prendre les trois points en nombre. وشكر ابراهيم الجمهور الجزائري على دعمهم ومساندتهم للمنتخب الجزائري. Premier message déjà c'est merci. Merci beaucoup déjà pour cet accueil au stade, pour être derrière nous et voilà, leur dire qu'on a besoin d'eux, qu'on fera quelque chose de grand ensemble, Inch'Allah. Et voilà, et après forcément c'est compréhensible. Voilà, on est l'Algérie. Nous les premiers des acteurs sur le terrain, on était dégoûtés de perdre hier. Donc bien sûr que c'est compréhensible, mais voilà, comme je dis, il faut qu'on reste soudés. On est tous ensemble, on représente notre pays, l'Algérie. Et voilà, il faut et c'est ensemble qu'on va faire. محليا الآن، أين حل أمس وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد بولاية جيجل، أين وقف على مجمل أعمال وانشغالات القطاع الرياضي في الولاية؟ وعلى هامش زيارة الوزير أو الزيارة هذا الوزير حماد فريق شبيبة جيجل بتهنئة خاصة على خلفية تحقيقهم لصعود تاريخي إلى القسم الثاني هواة، كما شكر حماد كل جمهور النمر على روحهم الرياضية العالية طيلة الموسم. وبخصوص ملعب رويبح، كشف الوزير حماد بأن وزارة الشباب والرياضة رصدت شطرا أول قدره 30 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الملعب الخاص بالنادي. قام وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي الجمعة بزيارة تفقدية إلى ملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوينت بالدويرة. وخلال هذه الزيارة وقف الوزير بالعريبي على مدى جاهزية الملعب من الناحية التقنية التي تسمح بالبث التلفزيوني لمختلف المباريات التي سيحتضنها هذا الملعب. كما كان الوزير بالعريبي مرفوقا في هذه الزيارة بالمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. وأمر وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي برفع جميع التحفظات في ظرف 48 ساعة وتحضير الملعب لاحتضان مباريات تجريبية في الأيام المقبلة. كشفت لجنة تحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن قائمة حكام الجولة 29 وما قبل الأخيرة من البطولة المحترفة. وتلعب لقاءة هذه الجولة يوم الثلاثاء المقبل 11 جوان الجاري بداية من الساعة 5 إلى 4 مساء، والتي تحمل في طياتها صدامات مثيرة للأندية التي تصارع على البقاء. وسيدير الحكم الرئيس
الرئيس يقول دهار مباراة نجم العكنون وشباب قسنطينة فيما أسندت مهمة إدارة لقاء شباب الوزداد وجمعية الشلفة للحكم وكيل بمساعدة سيداني وعلي مصطفى، أما مباراة مولودية وهران أمام مولودية البيض فسيديرها الحكم الرئيسي علو ويدير الحكم بواب مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر. وجاءت باقي تعيينة الجولة 29 التي ستلعب في غياب الجمهور بسبب أحداث ملعب حملاوي على النحو التالي. احتضنت مدينة عنابة مباراة لقدامى لاعبي المنتخب الجزائري والتي استقطبت جمهورا معتبرا، وشارك في المباراة الاستعراضية لاعبون صنعوا في وقت من الأوقات أفراح الكرة الجزائرية على غرار زيايا وشوي بوطالب، كما كانت المناسبة لتكريم وجوه رياضية عدة تركت بصمتها في تاريخ الرياضة الجزائرية. السلام عليكم أخويا، اليوم احنا جاتنا دعوه اليوم في مدينه عنابه بالحجار، محسوبه كما يقول لك الناس عندنا بزاف ما شفناهمش لي زونسيان جوار. اليوم كان لنا شرف اللي تلاقينا الناس كما يقول لك من خير ما جبت الكره الجزائريه. ان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله في مدينه عنابه هذه، وبالاخص ناس الحجار مشكورين على هذه الدعوه. على كل حال نشكروا اهالي عنابه والمنظمين تاع هذه المباراه الوديه. شفنا اصدقاء كانوا منافسين في السابق والان شفناهم بكل فرح وسرور، ونتمناو ان شاء الله مدينه عنابه يكون عندها فريق في القسم الاول، لانه الولايه كبيره وعندها ملعب جيد وعندها لاعبين كبار. نتمناو ان شاء الله الفريق هذا يرجع لمكانته. هذا وطالب لاعبو المنتخب الجزائري سابقا الصبر على المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش ومنحه الوقت الكافي حتى يتعرف اكثر على التشكيله. وفيما يخص الفريق الوطني امس كما يقول لك فريق تقدر تقول المدرب جديد، ان شاء الله كما يقول لك يكون عنده الوقت باش يخير التشكيله المثاليه، ان شاء الله كما يقول لك روحوا بعيد ان شاء الله باش نديروا روحوا كاليفيكاسيون. فريق المنتخب الوطني كلنا وجعتنا شويه الخساره ضد غينيا، ولكن هذه كره القدم. نظن انه المدرب جديد ما يعرفش جيدا اللاعبين، ما جاب اللاعبين. انا بالك اللوم ماشي المدرب، بالك اللوم اللي قادوا الفريق الوطني ككل. جيب لاعبين ما يعرفوش مليح، خصوصا مباراه مصيريه كما هذه، جيب لاعبين صغار وما يعرفوش جيدا الكره الافريقيه. نهاية موجز أخبارنا الرياضية مشاهدينا، طابت أوقاتكم، عودة إليك زهرة. شكرا لك رؤوف، وكذلك نهاية هذا الجزء. الجزء الأخير بعد هذا الفاصل، الشريط الأخير والقصير، ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا لاستكمال آخر جزء من برنامج الحياة هذا الصباح، سيكون مع أخبار السوشيال ميديا وأهم ما تداوله رواده بعد هذا الجنجل. ننتظر بفارغ الصبر ماذا بجعبتك حياة. صباح الخير زهرة، أكيد كل ما هو جديد وكل أخبار السوشيال ميديا وأهم الأخبار سنتناولها اليوم في فقرة السوشيال ميديا. البداية مشاهدينا بأخبار الاحتلال الصهيوني الذي شن أمس عدوانا همجيا وحشيا على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، استهدف على إثره مئات المدنيين بشكل مباشر، ما خلف ارتقاء ما لا يقل عن 210 شهيد على الأقل و400 جريح، وكل ذلك مشاهدينا من أجل التباهي بتحرير أربعة أسرى إسرائيليين كانوا في قبضة المقاومة. وكان المنظر مشاهدينا القادم من مخيم نصيرات أقل ما يوصف به أنه مجزرة مروعة، حيث كانت جثث الشهداء والأشلاء ملقاة مشاهدينا على الأرض وعلى أرصفة الطرقاء والدماء كذلك تغمر الشوارع. انتشر مشاهدينا مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار أم وجدت ابنها بين ضحايا المجزرة التي نفذها الاحتلال الصهيوني. لنتابع المقطع.
وفي مقطع آخر مشاهدينا، انتشر مقطع فيديو لأب مفجوع يودع نجله الذي استشهد جراء مجزرة الاحتلال بمخيم انصيرات. لنتابع المقطع. سلم عليك كبير السلام. هي مشاهد أليمة ومفجعة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لنتابع كيف كانت تعليقاتهم. إذا معلق يقول: وتالي المختطفين يطلعوا ويضحكون، وأهل غزة هاي حالهم، يا ربي رحمتك. ونتابع معلق آخر يكتب: الله يساعد قلوب الأمهات، خليها تصرخ على ابنها، مو اعتراض، رد فعل طبيعي إنساني. عاد مشاهدين حساب البيضة، وهي الصورة الأشهر على الإنستغرام التي حصلت على 60 مليون إعجاب عام 2019 لظهور مرة أخرى بعد فترة صمت طويلة، لكنه عاد هذه المرة مشاهدين بالعلم الفلسطيني، وأرفق تعليقا على الصورة يقول: دعونا نحقق رقما قياسيا عالميا جديدا معا، ونحصل على المنشور الأكثر إعجابا على الإنستغرام لسبب وجيه هذه البيضة من أجل السلام، لتحصل الصورة مشاهدينا على آلاف الإعجابات في الساعات الأولى من نشرها فقط. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على الخبر. لنتابع كيف كانت تعليقاتهم. إذا معلق يكتب: البيضة بتفهم ولبست علم فلسطين أحسن من الناس. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، وفي لفتة جميلة قام اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ببعث رسالة تشجيعية للتلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا، وظهر مشاهدينا محرز يتمنى لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات. لنتابع المقطع. Bon courage à vous. Soyez confiants, croyez en vous et vous réussirez, Inch'Allah. Assalamu alaikum. أكيد كل التوفيق للمترشحين الذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا. كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المبادرة؟ لنتابع تعليقات. إذا معلق يكتب: ربي يوفقني، محرز طلعت لي المورال، نجيبه ونجيب لك الفال. شهرزاد تعلق. إلى آخر موضوع مشاهدينا الكرام، يقال أن الكلاب هي من أوفى الحيوانات لأصحابها. انتشر مشاهدينا مقطع فيديو لشاب جزائري يتظاهر بالغرق في البحر ليرى رد فعل كلبه، ليتفاجأ مشاهدينا بإسراع الكلب له ويحاول لنتابع المقطع. تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، لنتابع البعض منها. إذا معلق يكتب: أوفى وأحسن من البشر. بهذا التعليق مشاهدينا نصل لختام فقرة السوشيال ميديا لنهار اليوم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. العودة لزهرة. لم تنتشر مقولة وفاء الكلاب من العدم، جاءت بعد تجارب عديدة. حياة، شكرا لك، وكانت هذه آخرها. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج الحياة هذا الصباح. لا بأس في الأخير أن نجدد الدعوات إلى ممتحني شهادة البكالوريا، وفقهم الله. نلتقي بكم غدا، السلام عليكم.